لك شو صار لك؟ شفت مرتك شو في؟ لك بالتا اللي شو بك؟ نزلوا سلاحكم نزلوه. صالح اسمعني منيح، خلينا نهدى هون ماشي؟ معلم معلم صالح. مرحبا. مرحبا أهلين. شو أخبار المستكشف العظيم؟ لك أخي صار في نوع جديد من لعبوات الناس في هلأ وعم بفحصهم. هاي درجة هلأ. برنامج النسف تبعها كتير غريب، أغلب الناس ما بيعرفوا كيف بيشتغل. حلو. بس بظن أنا صرت أعرف. ليش نحن أساساً شفنا شي شغلة نفدت من بين إيديك؟ أنت كيفك؟ لبسوني شغلة أنا مالي علاقة فيها، لهيك أنا من جواتي في نار وشعلة. لا تخاف أخي، الله بيخرجها. ما بدك تسألني كيف صار هيك؟ الأسمر اللون الأسمراني تعبان يا قلب خيو الهوى راماني. الزلمة يلي قلبه محروق وجواته في نار، معقول في حدا بيسأله عن السبب لك أخي؟ شكراً لك يا صديقي. اسمعني، إذا منروح على مكان الحادث بلكي منقدر نلاقي كاميرا مراقبة نقدر نستفيد منها بهالقصة. ايه منروح أخي منروح. بتعرفي يا إليف، وين ما عم شوف زهرة بطريقي بكون عم شوفك قدامي. إمتى ما بشم ريحة ورد بكون عم شم ريحتك أنت. نعم إليف بنتي، أنا أمك حافظة اللي ما بتشوف بعيونها. أمريني أمي، شو هالمفاجأة الحلوة؟ بنتي مبارح شفتك بمنامي، والله في كم شغلة بدي اقول لك ياهن يا روحي، انت بس اعطيني عنوانك. تمام تمام امي. شارع شيشلي. هلا معناها من غير ما حدا يحس رح نلعب لعبة انا وياكي. قلت لي لعبة؟ ايه. يا سلام، وانا كمان بحب العب معك، بس شو هي اللعبة؟ لعبة الروحة على البيت. هلا روحي جيبي شوية تياب من غرفتك ولا تقولي لحدا شي، رح نطلع سوا ومنروح. كيف يعني؟ مثل لعبة الطمامة؟ ايه هيك شي، رح نتخبى انا وانتي والشاطر بيكسب وخليهم يلاقونا. حلوة كتير، شكرا كتير لك يا بابا لانه عم تلعب معي. قومي. مثل ما عم قلك بده يخطف البنت من غير موافقة امها يا حضرة الشرطي. هاد لما سمع كلمة الطلاق جن جنانه، لو سحب سلاحه علينا كمان دخيلك لحقونا يا ابني. انتو لا تعملوا شي، خليكي هادية بس، انا رح وجه الشباب اللي عندكم فورا. والله نحن خايفين كتير يا ابني، دخيلكم تقوا بسرعة لهم بسرعة. جايين جايين. ليك يا بنتي الحلوة، مبارح شفت منام عنك ما ارتحت له أبداً وما رح ارتاح لأحكي لك يا. شفتك متضايقة كتير بالمنام يا عمري، هاي مشاكل الحب مو؟ هاد الشي كتير مبين عليك. اعملي كل طاقتك وحافظي على هاد الشاب المجنون، وقفي بوج كل المشاكل ولا تستسلم أبداً، ما رح يزعجك ابني المجنون. لا أبداً يا أمي، ما في هيك شي. منيح. أنا قلت لك من قبل إنه اشتغلي صح. ليكي يا بنتي الحلوة، بمنامي شفت شي كأنه في خير. بنتي لا تكوني هلأ مخباية شي ببطنك. لا أمي،
ما في هيك شيء؟ الخير فيما اختاره الله. بدك تسمحي لي بقى. ما في كاميرات بهي المنطقة، لازم نقطع عملنا من هذا الخيار. طبوا البنايات؟ والله مبين انه هون الكل بيعرف بعضه، وما بظن في حاجة يركبوا كاميرات. وهداك المكان ما عنده كاميرا مراقبة مشان الطريق؟ امشي نسأله. يلا. ما حدا شافك يا بنتي؟ لا لا، ما حدا شافني يا بابا، أنا بعرف العب. برافو عليك. أول ما نوصل على هديك الزاوية هنيك رح ناخد تاكسي ونهرب. بابا شو عم بيصير؟ قدروا يمسكونا؟ بنتي خليكي حدي لشوف، لا تتركيني. ها لكن يا حضرة الشرطي، امسكوه، لكو هاد هو خاطف حفيدتي، اخذه وبدياله. قولي بالك شوي. حضرة الشرطي، هذا الزلمة خاطف حفيدتي، ساعدوني بتنشأكم، خذولي حفيدتي منه. عكف. لك شو انت ما عم تفهم؟ السلام عليكم. مرحبا معلم. الله يعطيك العافية. طيب برجع بحاكيك بعدين. تفضلوا شباب. والله يا معلم مالي عارفان شو عم تبيع هون، بس يعني مو مهم، لاني بالاساس مو جاي اشتري من عندك شيء. اذا رح تسال عن عنوان حدا انا ما بدل، ما بحب هالشغله. هلا هذا الوش اللي عم تقابل فيه زباينك يا معلم؟ حتى السلام ما رديتوا علينا. يا الله. Ve gür ormanları, oselot gibi nadir bulunan kedileri barındırıyor. Su yolları ise kara kayman timsahının. Hey, şaklak jayla tizajni. La, bas ana ma bhibbu lahad l-birnamej. Warfiqi kaman mitli ma bitiyo. Mazbutu ma'alim. Leki ma'alim, nahna l-etnei min l-amin. Shaglatna sghire. Ulazimna tasjil l-kamera tabaa l-muraqabe tabaak. Hon ma fi la kamerat ula tasjilat. ليك يا مواطن، أنا ماني أخوك هذا الشيء أولاً، وثانياً حبيبنا بدي تسجيلات كاميرا المراقبة يلي شفتها على الباب برا. قصدك هاي؟ أيوة صحيح، هذا هو قصدنا. هلأ تسجيلات الكاميرا جوا، بس لشو بدكن ياها؟ نحن رح ناخدها ونقصها ونمنتجها ونبعتها على مسابقة الأفلام. لكن رح جبلكن ياها وشوفوا اللي بدكن ياها. إذا سمحت إذا سمحت. لا تعذب حالك بالشاي، شربانين وجايين. شو هالتاجر هاد؟ شو هالزلمة المشكل جهاد؟ شو هالوش الناشف؟ ألو نعم. بتحبي تتعرفي على قاتل زوجك؟ ألو مين حضرتك؟ قاتل زوجك عم بيحاول يخفي كل الأدلة. روحي على المكان يلي توفى فيه زوجك وبتفهمي شو قصدي. ألو ألو إلي مين أنت؟ هاي بنت حضرتك؟ ايه. بس نحن وصلتنا اخباريه بانه حضرتك خاطف البنت من غير موافقه امها. في انسان بيخطف بنته من لحمه ودمه؟ يا اخي اترك البنت تروح فورا. صالح. ماما. صالح طولي بالك يا بنتي واهدي شوي. بنتي بنتي امي. هاي الخانه بتكون امها للصغيره؟ هي حضره الشرطي، هذا الزلمه جانن على الاخر ورفع علينا سلاح كمان، من شاء الله رجعوا لي حفيدتي منه. بابا بعد هيك لا تلمس بنتي. بنتك لازم تجي معي هلا. قلت لك اتركها، لا تمد ايدك عليها. يا استاذ اصحبها. ولي يا الله دخيلك صالح.
لا ترمي صالح، لا ترمي يا بنتي، خليكي واقفة هون. صالح شو عم تعمل؟ صالح وقفي، اسكتوا انتو كمان. صالح شو صار لك؟ مجنون يا شباب، امسكوها معي هلا بيأذيها. صالح كرمال الله، شو عم تعمل؟ يا مجنون يا صالح، اخي تركي السلاح، خدوا الخالة ومنهي، لا حدا يتصرف اي تصرف بدون اوامر. تمام بنتي تمام، اذا ما امرتكم ما حدا يعمل شيء. يخرب بيتك يا مجرم، يخرب بيتك. هذا الشيء اللي عم تعمله كثير غلط. انت روح اتعلم كيف لازم تتدخل بهيك مواقف، بعدين تعال علمني شو هو الصح من الغلط. بابا خلص، نسي هاد اللي بايدك. بنتي تعي لهون، بنتي عينكم. انا طالع من هون مع بنتي يا حضرة المحقق. ما فيني اسمح لك بهيك شيء، انت بس اهدى شوي ونزل السلاح خلينا نحكي. هلا انت اللي بدك تحاكيني؟ اذا بدك بستدعي حدا غيري فورا، بس حضرتك نزل السلاح. بما انه تعقدت الامور كل هالقد، لازم تطلب العمليات الخاصة مشان يجوا لهون. أخي كمان حضرتك عصر أحمد؟ احكي على اللاسلكي، قل لهم صالح أخذ بنته رهينة وعم يقول إنه بده يقوس حاله، وبيحكوا لك مين بكون أنا. يا بنتي صالح وقف، لا تعمل هيك. بابا كرمالي خلص بقى. صالح مش هسلح من إيدك. أنت لا تخافي بنتي، خلاص كل شي رح يكون منيح. أنت لا تخافي. ولك ايش وفات يعمل جوا كل هالوقت هاد؟ مزبوط، ما لازم ياخد كل هالوقت. ايش عم يخترع الذرة؟ ليكون ركود، يلا ركود. شو عمل؟ اخذ الهارد وهرب. شو هالحظ؟ يلا تعال نلحقه. ركود بسرعة بسرعة بسرعة، يلا بسرعة بسرعة بسرعة. معقول؟ هذا الحقير ضحك علينا، الوسخ كان حربوق ما خلانا نشك فيه. يا زلمة نحن كيف منغلط هيك غلطة كبيرة كل هالقد؟ يا الله دخيلك. يا الله سيدي، ما وصلنا معلومات عن الوضع أبدا. بس تروحوا بتشوفوا ابني. خير سيدي؟ عم حاول اتصل بعاكف، ما كنت أصل له أبدا. كأنه اليوم كلهم كانوا آخذين إجازات. في شي غريب هاي العملية يا صاحبي، لأنه من هلأ معدتي بلشت تشد علي، ما بعرف ليش. يلا يلا أنا كمان بدي روح معكم. سيدي بتأمرنا ناخد شي عتاد كامل؟ لا 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 ما في داعي، اللي حاملينهم بكفوا. يلا تحركوا لشوف، يلا تحركوا. يلا 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 يا شباب. لا تحرك، عم تلات كتير من كتر الراكد يا وسخ، لازم تعمل رياضة أكتر من هيك. الهرب مو معه. ولك أنت ليش ناوي تطالعني عن طوري؟ ولك وينهن؟ وين التسجيلات؟ وينهن؟ وينهن؟ بتحكي ولا بخليك تحكي بطريقتي؟ عاكف عاكف وقف بسرعة، يلا الحق بسرعة، لا تهرب لا تهربوا. لك شفت؟ هي الشرطة اللي بتقول عنا قوية. بلتا يا أخي بعد هيك، لك بعد هيك شباك البيك هون أخذ بنته رهينة. لك شو صار لك؟ شفت مرتك شو في؟ لك بلتا اللي شباك نزلوا سلاحكم، نزلوا. صالح اسمعني منيح، خلينا نهدى هون ماشي. معلم معلم صالح، بلتا وقف، امسكوا يا شباب، امسكوا معي، امسكوا. معلم صالح وقف رجاء. معلم صالح انت شو عم تعمل؟ رح ياخذوا لي بنتي مني يا سيدي، مصاري ما معي لحتى اقدر وكل محامي مثل حماتي، وما فيني اترك بنتي. خلاص خلاص وبدي اطلع معها من هون كمان. صالح صالح حاجتك معلم.
خلصنا أخي، هلأ بدك كان نطبق تعليماتك عليك هون. إطلاق النار مسموح على حماتي سيدي. في حدا بياخد بنته رهينة لك صالح؟ أبي ما بيحجز رهاين، هو بينقذ رهاين. صالح أنا ما بقدر أتركه لأبي. لك خلصنا وقفنا. اهدى اهدى. سنين وايام وانا بالبراري عم حارب وعم موت، وبعدين بجي على المدينه كل هالحراميه والنصابين بيصولوا وبيجولوا فيها يا معلم، وانا هلا بالهدف تبعكم يا سيدي. شوفك اهدى، ما رح خليك تصير هدف إلنا صالح، بس اذا ما نزلتوا لهذا سلاح بالاول بنتك وبعد منها انت مشان تنقذك من حالك، يعني رح خليهم يتحركوا على اساس مهم. خلينا نعرف شو القصه. لا سيدي، بنتي ابدا ما رح تنضرب. فهمنا يا اخي، هلكنا. انت لا تخاف، بس إذا بدكم تمنعوني أطلع من هون أنا وبنتي. سيدي نحن ما كنا منعرف، وصلتنا أخبارية، يعني لو منعرف ما أنا قصة يا شباب، أنتوا قمتوا بواجبكم، شكرا كتير لكم. نحن رح نكون ورا للتأمين مو أكتر. يلا معلم صالح، انتوا تفرقوا. لا اهدى شباب، خلينا نخلص. بكفي بكفي صالح، بكفي. خلاص خلاص بالتا، شوف انا بالتا يا معلم. لك عم اقول لك المعلم عم يحكي معه يا معلم. خلاص معلم، خلاص بكفي بكفي. انتوا محبينك كتير يا صالح وغالي علينا كتير كلنا، اترك هالسلاح بقى. تركني روح سيدي، بتعرف القوانين يا صالح، ما فيني، القوانين واضحة.